ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومعايا فقرة مهمة جدا. عشان نقدر نعيش بدون أمراض لازم نتأكد إن كل خلية في جسمنا بصحة وقوة ونشاط. هتقولوا لي ليه؟ هقولك علشان كل عضو مكون من خلايا، وغذاء الخلايا دي حاجتين، أكسجين ودم. الحاجتين دول لو وصلوا بشكل سليم هناخد من كل عضو أعلى كفاءة، وده هيحصل لو دوبنا الدهون الموجودة في كل الشرايين، عشان طبعا الدم والأكسجين يوصلوا لكل خلية، وبالتالي هنقدر نعيش بدون أمراض وكمان عندنا صحة وقوة. وده دور الأكسجين النشط اللي هنتكلم عنه النهاردة، وكمان هنتكلم عن كيان كبير بيعالج اسمه مركز كيور كلينيك، واحد من أهم المراكز اللي موجودة في مصر والوطن العربي. أكتر من 5 سنين في جميع المحافظات عالجوا آلاف الحالات من مختلف الأمراض. دول مش بس كده، دول كمان عاملين خير كبير قوي جدا بمناسبة شهر رمضان، وعاملين عروض كتيرة قوي عشان يساعدوا كل المرضى انهم يعيشوا حياتهم بصحة وعافية وبدون كمان أمراض. خلينا نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل مهمة مع ضيف اللي مشرفني النهاردة، دكتور هيثم هشام، استشاري العلاج بالأكسجين النشط. أهلا بيك يا دكتور هيثم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. الله يخليك، نور حضرتك. أنا سعيدة جدا إن حضرتك موجود معنا النهاردة بجد، وأنا يعني أسعد، ربنا يخليك، وإن شاء الله نستفاد من خبرة حضرتك إن شاء الله بإذن الله يا رب. دكتور عايز أسأل حضرتك بقى، عايزين نتكلم عن إيه هو الأكسجين النشط؟ طيب الأكسجين النشط هو عبارة عن O3، أو يعني الأوزون هو O3، ثلاث ذرات من الأكسجين. إحنا بنتنفس ذرتين من الأكسجين، ده ثلاث ذرات. الذرة الثالثة اللي بتزيد دي بتدي للأكسجين خصائص مهمة جدا، منها طبعا إن هو بيضاد الالتهاب وبيعدل المناعة أو بيحسن من شغلها، وفي نفس الوقت كمان بيزود الكفاءة بتاعة أعضاء الجسم، زي ما حضرتك أشرتي أو وضحتي لنقطة إن غذاء كل الخلايا هو عبارة عن الدم والأكسجين. بالظبط، فبدون الدم والأكسجين كأن بالظبط أنا بستهلك تليفون والبطارية بتنفذ منه الشحن. فبيبتدي يضعف الكفاءة بتاعت العضو، وبيبتدي ما يقدرش يقوم بشغله بالطريقة المظبوطة 100% بالوظيفة صح كده، بالكفاءة الكاملة أو بكفاءة 100%. الأكسجين بقى فيه مميزات، أو الأكسجين النشط أو الأوزون فيه مميزات قوية جدا الحقيقة، إن هو يرجع لكل الأعضاء كفاءة عالية جدا لحد 100% الحمد لله. منها طبعا حتة إذابة الدهون في الشرايين أو الأوردة والشرايين اللي فيها دهون مترسبة، إن هو يعمل عملية توسع. بالظبط. احنا ممكن احنا بالظبط كده، اوكي، يعني احنا شايفين دلوقتي قدامنا هو الشريان، وهو بيبقى مسدود نتيجة عملية ترسب الدهون بجواه، فبالتالي الدم اهو قدامنا بيبقى عملية صعبة ان هو يوصل. كأني شارع وبضيق المساحة بتاعته، فبالتالي بدل ما يستحمل 4 أو 5 عربيات بقى بيستحمل عربية واحدة بالعافية كمان. بالظبط، لحد ما كمان الدهون دي هتقفل خالص الطريق، ويبتدي تحصل لا قدر الله المشاكل الأكبر دي المضاعفات الخطيرة جدا زي الجلطات ونكروزس، يعني موت الخلايا دي اللي بيؤدي بعد كده، لأن ممكن يحصل فيلير، ممكن يحصل فشل في العضو ده. فبالتالي الأكسجين النشط بيبتدي يعكس، بيعمل عكس لكل هذه العمليات أو الخطوات. ان هو بيفتت الدهون دي، عمليه تفتيت الدهون دي زي ما احنا كده شايفين يا دكتور. بالظبط، هو بينطلق كأن هو بالظبط السلاح الصغير بتاعي ده اللي بيحارب الدهون. بالظبط، بيحارب الدهون، هو بيحارب الدهون وبيفتت كمان منها. فبالتالي بيرجع تاني مساحه الشريان، يرجع فيه الدم يمشي، يفتح بقى السكه، يروح ان هو أحسن الدم يوصل للعضو بشكل العضو يوصل له غذاء. انا بعد ما كنت بطلب ان العضو يقدم لي كفاءه وهو مش واصل له غذاء، فهو هيقدم الكفاءه دي ازاي؟ انا محتاج الغذاء عشان اقدم الكفاءه. فبالتالي لما بوصل له الغذاء بشكل كويس بيقدم كفاءه لحد 100%، وبتبتدي تتحسن طبعا المريض او الحاله بيبتدوا يتحسنوا وبيحس بالتحسن ده. بيبان التحسن في خلال قد ايه دكتور هيثم؟ احنا التحسن عندنا طبعا في عوامل بتتحكم في الحاجه دي، يعني من اول طبعا عايزين نقول البروجريشن، طبعا حسب الحاله البروجريشن بتاع المرض، عمر المريض. ولكن في النهايه احنا بنبتدي نحس بتحسن من اول من بعد 3 جلسات لحد 12 جلسه تقريبا. 12 جلسه ده رينج كده، ان احنا الحالات اللي هي بتتحسن بعد 3 جلسات دي كاني بالظبط لو حكايه مبسطه كانه
بعمل بيت كأنه بيت متبهدل ومتدمر وما حدش دخل يعمل فيه صيانة والكهرباء فيه بايظة وكل حاجة، بيبتدي الأكسجين واحدة واحدة يدخل البيت يروقه ينظفه، بعمل هيكلة من جديد، هيكلة من جديد بالزبط. من أول وجديد، فتبتدي الكفاءة تعلى، يشم نفسه العضو كأني بفتح البيت بقى ويدخل له شمس وهواء ويشم بالظبط يشم أحسن نفسه أحسن تشبيه والله يا دكتور. فبيبتدي العضو كأنه فعلا بيشم نفسه ويرجع تاني كفاءته تقعد تعلى تعلى لحد ما نوصل لل 100% بإذن الله طبعا ان شاء الله. طيب دكتور، عايزين بقى نتكلم عن الاكسجين النشط في علاج مرض السكر. مرض السكر مرض العصر للاسف، يعني ما فيش بيت بيخلو من مريض او اتنين عندهم مرض السكر، ان كان وراثي او في مرض سكر مؤقت او انفعالي حسب برضو. فعايزين نتكلم عن دور الاكسجين في علاج مرض السكر. اكيد هو مرض السكر طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ده هو السايلنت كيلر او القاتل الصامت، يعني ده موجود في كل فعلا بيت عندنا في مصر. طبعا دور الاكسجين نشط قوي جدا في السكر. اول حاجه ان هو زي ما قلنا بيوصل غذاء للعضو اللي فيه المشكله، اللي هو هنا بنتكلم عن البنكرياس. طبعا احنا قلنا ان السكر النوعين الاساسيين بتوعنا اللي هو يا اما ما فيش انسولين كفايه بيطلع من البنكرياس او البنكرياس ده تايب واحد او الجزء النوع الاول. النوع الثاني ان بيحصل عمليه مناعه، المستقبلات بتاعه الانسولين في الجسم بيبقى فيها مناعه ان هي تستقبل الانسولين ده، فبالتالي الانسولين ما بيقدرش يعمل الشغل بتاعه. يعني في عندي انسولين كفايه لكن في مشكله مناعيه او في مشكله وراثيه طبعا مناعة. هي لا بتبقى وراثيه واحيانا بتبقى مكتسبه. يعني في وكان زمان في اعتقاد سائد ان النوع الثاني بتاع كبار السن فقط، فدلوقتي بدا يظهر بالابحاث ان في صغيرين كمان على فكره. بالظبط، فعشان كده ابتدينا نقول ان فعلا بقى فيها حته وراثيه مش مكتسبه بس. فطبعا هنا الاكسجين النشط يعتبر كانه بيعمل ريفرسال للعمليه دي تماما، بيرجع تاني الوضع اللي ما كان عليه قبل مرض السكر. بمعنى ان انا الاول البنكرياس عندي غده مش قادره تشتغل بالكفاءه العاليه لان مش وصل لها دم ايا كان، سواء بسبب تصلب الشرايين او بسبب الانسداد اللي بيحصل نتيجه ترسب الدهون منخفضه الكثافه داخل الشرايين اللي رايحه للبنكرياس، او ان الغده نفسها اللي هي كل خليه مثلا في البنكرياس مش واصل لها الكفاءه بتاعتها، مش واصل لها الغذاء اللي تخليها تدي كفاءه، ده رقم واحد. او بيبقى سبب جيني في حاجات في الطب بنقول ايديوباثيك او غير معروفه السبب او غير معروفه الاوريجين. يعني المهم ان الاكسجين النشط في الاخر بيوصل لها الغذاء حتى لو هي المشكله مش في وصول الغذاء، فالاكسجين النشط بيعيد تنشيط الغده دي تاني، بيعيد تنشيط الغده دي تاني ان هي بتبتدي الاول لو بتفرز انسولين بشكل مش كفايه، فان هو بيفرز انسولين كفايه بيبتدي المريض واحده واحده يحس ان هو بدل ما كان بياخد 45 وحده و30 وحده بيبتدي ينزل ل 10 وحدات و15 وحده، طبعا بالتدريج مش كل حاجه مره واحده. وعشان ساعات برضو بنلاقي ناس بتفقد او بترفض انها تاخد الانسولين وترجع للحبوب يا دكتور. بالظبط، ده دي يعني حضرتك كده وصلنا ل 90 و95% كفاءه ان انا خلاص المريض استغنى عن الانسولين، معنى كده ان البنكرياس فعلا ابتدى وبياخد نشاط هو يفرز اصلا انسولين خلاص بعد ما كان واقف ونايم تماما، خلاص مش قادر يعمل العمليه دي بقى بيعملها تاني. واحيانا طبعا تحسين حته الاميونوميديليشن او تعديل المناعة دي اللي بتحسن حتة المقاومة ضد الأنسولين. طيب أستأذنك معلش يا دكتور هيثم، نشوف تقرير لحالات نجاح لمرض السكر ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. كنت بعاني من مرض السكر ومضاعفاته، كان عندي التهاب في الاعصاب جامد شديد شديد لدرجه ان انا ما بعرفش البس لا شوز في رجلي ولا اي حاجه. فالحمد لله من اول جلسه وانا رحت بقيت حاجه تانية خالص، رجلي ابتديت احس بيها، ما كنتش بحس بيها، كان نير فظيع في رجلي، رجلي تقيله، دلوقتي ابتديت احركها، بديت زي ذات نفسيها، عظمي كله، سكري اتظبط، احمدك يا رب احمدك يا رب. انا كنت فعلا بعد كل جلسه بحس براحه اكتر، راحة بدرجة غير معقول. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد العزيز نصر من دمياط، فأنا أعمل مدير عام في التربية والتعليم ومدير مدرسة. فأنا كنت بعاني من السكر والتنميل في الأصبع في رجلي وإيدي، فالحمد لله خدت 7 جلسات فالحمد لله الدنيا أحسن، فبرضو الأمدان اللي كان موجود والتنميل الأصبع ده برضو شيء يعني مع إزالة الحمد لله، ومع برضو الاستجابة للعلاج ومع الممارسة فالدنيا بتبقى أحسن. ف
فانا بدعو الناس كلها اللي عنده حاجه زي كده ان هو بيشوف الافضل، والحاجه دي بالنسبه له هتبقى كويسه ان شاء الله، وهي بيحس ان هو عاد يعني الحياه بالنسبه له عادت طبيعيه. ظبط لي كل حاجه في جسمي سبحان الله، ده سحر ده من عند ربنا ولا ايه مش عارفه. انا ما كنت بنام بقوم من النوم بصرخ من الالم اللي في صوابعي من السكر، يعني اكن كده ايه حد بيقطع ايدي. فجيت هنا العياده ما شاء الله الله اكبر، اخدت الجلسات بتاعه الاكسجين، بقيت كويس، مش قادره اقول انا فرحانه وسعيده قد ايه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله طبعا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني، وطبعا زي ما انتم شايفين الحالات ما شاء الله يعني، وواجب دلوقتي على كل ابن بيشوف التقارير دوت وبيشوف الحالات النجاح، انه واحنا داخلين على شهر رمضان ان دي ابسط حاجه يقدمها لامه او الاب بمناسبه عيد الام بمناسبه شهر رمضان الكريم، اني انا مش هقول لك عالج وادفع، لا ده انا هقول لك روح مركز كيور كلينيك وعالج مامتك وعالج باباك، قدم لهم المساعده. دي ابسط حاجه، ابسط هديه تقدمها لاهلك اللي تعبوا وربوك طبعا. فاحنا برضو يا دكتور هيثم هنعرف تعليق حضرتك عن التقرير. طيب الاول حضرتك كنت بتقولي جمله عن الاب والام، طبعا انا عايز اعقب تعقيب بسيط جدا، اوجه رساله طيب. مهمه جدا. ميزه من مميزات كيور كلينيك الجميله جدا ان احنا فريق طبي متكامل. أيوة. فاحنا بنوجه رساله لكل الناس فعلا بمناسبه عيد الام بمناسبه الاعياد الجميله دي طبعا للام والاب، ان احنا بنقول للناس سيبوا لنا كبار السن في بيوتكم، سواء والدك او والدتك سيبوهم لنا، احنا شغلنا الشاغل الوالد والوالده، ودي مسؤولياتنا طبعا. واولوياتنا الاولانيه، من اول الكول سنتر اللي بيقعد يتصل ويهتم يعرف الحاله فين بالزبط. طب اتاخرت عليا هي فين، طب ما جاتش ليه. المتابعه يا دكتور هيثم، المتابعه طبعا، ان يبقى في اشراف ومتابعه مع كل جلسه حضرتك. احنا بنتابع بنقيس سكر ضغط الفايتلز المعتاده جدا في الطب، وكمان بنقعد نتكلم مع الحاله، مهم جدا الحاله النفسيه بتاعتها. أكيد. نحاول نغطي كل الجوانب، عشان كده معانا فريق طبي متكامل، دي ميزه جميله جدا. غير كده كمان يا دكتور هيثم، احنا شفنا في التقرير حالات لكل الامهات اللي اتعالجوا، ويعني يعني في تحسن فعلا ملحوظ، وهم حاسين بدوت. انا لو مش حاسه ان انا اتحسنت مش هطلع اقول ان اتحسنت يا جماعه. ده حقيقي فعلا، الحمد لله ده حقيقي فعلا. الحالات كانت بتيجي تشتكي من حرقان والشكشكه والتنميل المعتاد بتاع التهاب الاعصاب الطرفيه اللي بيحصل في اطراف الايد تمام. واطراف القدم، ودي فعلا من اكبر المشاكل اللي بتواجه مرضى السكر، وبتبقى ريزيستنت عنيده معاهم. احنا بقى عايزين نتكلم عن مضاعفات السكر يا دكتور، اللي هو قدم السكري بالظبط. طبعا دي من اقوى مضاعفات السكر، القدم السكري، اللي بتبدا من اول التهاب الاعصاب الطرفيه اللي قلنا عليه، الشكشكه والتنميل والحرقان. دي ان انا ما بحسش بالاطراف بالظبط، لان ده انذار ليك ان المايلين شيس او الغلاف بتاع الاعصاب مش واصل، غلاف الاعصاب ابتدى يحصل فيه تاكل. أي. فبالتالي الاشاره العصبيه مش واصله، او الاول بيحصل فيها ديسربشن كده، ان هي بدل ما تديني اشاره عصبيه عن خلل. اللمس او عدم اللمس لا، بتديني حرقان والم وشكشكه لحد ما المريض بيفقد الاحساس تماما في الطرف ده. ودي هنا بتبقى المشكله الحقيقه، او اللي اقدر اقول عليها المضاعفه الكبرى، انه ما يحسش بالطرف. أيه. فبالتالي انا ماشي ممكن اتخبط خبطه صغيره في ترابيزه زي دي وما احسش ان انا اتخبطت او في اصابه، محسش. ممكن يحصل له تعمل كدمه، ممكن تعمل جرح صغير لا قدر الله في قدم مريض السكر، بتبقى خطر، يؤدي لغرغرينا طبعا، لان مريض السكر مناعته ضعيفه. أيه. غالبا بيبقى عنده التهاب فطري او عدوى فطريه من حته قفله القدم بالشراب او بالشوز. أيه. فعشان كده طبعا ليهم احذيه طبيه مخصصه، بنقعد نتكلم مع الحاله عن اللايف ستايل تشينجز، ازاي البس الشوز، البس قد ايه، عدد الساعات، اخلي بالي من نظافه القدم ازاي، الكلام ده مهم جدا. لكن دور الاكسجين في القدم السكري، يعني هستخدم اللفظ اللي الحاله استخدمته، ان هو فعلا زي السحر. أيه. لانه بيعكس كل العمليات اللي بتحصل في القدم السكري، من اول فقدان الاحساس او التنميل والشكشكه اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه اللي ما بيخليش المريض حاسس بالطرف، بيبتدي واحده واحده يرجع له الاحساس ده عن طريق بناء تاني المايلين شيس. ان احنا مع الاكسجين كمان طبعا بنوصي المريض ان هو ما يوقفش علاجه ابدا، ويكمل على العلاج ده مع الفيتامينز، بيديله دفعه قويه جدا. أيوة. يعيد بناء المايلين شيس، يبتدي يحس برجله وبقدمه تاني، توقف الشكشكه والتنميل والكلام ده كله. طبعا
في ميزه كمان قويه في الاكسجين النشط ان هو بكتيريسيدال ويعتبر كانه مضاد حيوي، ولكن هو قاتل للبكتيريا، قاتل للفيروسات، قاتل للفطريات، فبالتالي بيحمي المريض من العوامل دي، العوامل اللي بتؤدي للقدم السكري. أيوة. اللي هي من اول الاصابه بفطريات، بعدين حته عدم الاحساس. أيوة. فبالتالي ده يوديني لان يحصل جرح وعندي عدوى، انا مش حاسس بالاثنين، لا حاسس بالجرح ولا حاسس بالعدوى. فبالتالي يوصل ان لما يحس بالجرح يكون الجرح تفاقم وشكله بقى سيء، حصل فيه عدوى، ابتدى يكون صديد او خلافه. أيوة. او القشره اللي بتحصل مع الفطريات، فبالتالي الاكسجين بيعكس الكلام ده، يبتدي يقضي على الفطريات او البكتيريا. في نوع من انواع العلاجات اللي احنا التقنيات اللي احنا بنعملها زي الباج، ان احنا بنقفل بكيس على الجزء المصاب فيبتدي يحسن جدا من الـ اولا الدوره الدمويه الطرفيه اللي رايحه للمكان. ثانيا الاحساس، ثالثا يقتل الفطريات والبكتيريا الموجوده في المكان. حمايه واعاده تطهير وهيكله للطرف ده. لما ياخد كمان الجلسه السيستميك، الجلسه الميجور بتاعتنا، يبتدي كمان يتحسن مناعيا، يقدر يقاوم العدوى دي، يقدر يبني تاني المايلين شيس العصب ويحس تاني احسن بالطرف ده. ان في تحسن طبعا. طبعا من الحاجات اللي بتفرق جدا، الناس بيبقى عندها جروح لا قدر الله بتقعد معاهم بالسنه والسنه ونص مش بتقفل، مش بتلم. الحمد لله، بفضل الله طبعا، احنا ادوات كلنا، فبفضل الله انه لما الحالات بتجيلنا بيبقى في تحسن طبعا، انت بتحسه رهيب، والمريض بيحس رهيب طبعاً. تمام. واحنا كمان برضو علشان التحسن احنا معنا تقرير مهم جدا للفنان صبري عبد المنعم والمخرج مراد منير، هنشوف تجربتهم مع العلاج بالاكسجين النشط ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. عايز بقى اكلم حضراتكم عن حاجه يعني بالنسبه لي شخصيه، يعني ما بحبش اتكلم فيها كتير، لكن انا اصبت بالكانسر، جالي في كذا منطقه في جسمي، جالي الاول في دراعي الشمال والترايسبس كله اتشال، وبعدين جالي بعد كده في الرئه اليمين واتشال اجزاء كتير قوي منها، وبعدين جالي في البلوره، ويعني قدرنا عن طريق العلاج الكيماوي الاشعاعي ان احنا يعني نسيطر عليه ونوقف النمو بتاعه. الفتره دي خدت مني 5 سنين. العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي سابوا فيا اثار رهيبه جدا جدا جدا. لما ابتدينا نشتغل على الاكسجين النشط ابتدت حاجات كتيره قوي في الخلايا تتصحح، وخصوصا خلايا الرئه ابتدى يحصل لها نوع من انواع الكوريكشن الجديد، فكان اتخلقت لي رئه جديده. الالام بتاعت دراعي ابتدت تخف، الالام بتاعت مشكله البلوره ابتدت تخف شويه يعني بعد 3-4 جلسات، ودينا مداوم على الحكايه دي، وان شاء الله هيبقى فيها نتائج كويسه. وبنصح كل الناس اللي هم راح يعني تعرضوا للعلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي ان هم يلجأوا للاكسجين النشط، لانه فعلا هيعمل شيء جديد معاهم، هيعمل اعاده خلق لكل اللي اتدمر من العلاج الكيماوي. هذا العلاج مهم جدا لانه يعمل نوع من الحيويه في الجسم كله، يعني سواء في المشي، في النوم، بيصلح بشكل عام الاكل، واحد نفسه بتتفتح عليه. لا، علاج بجد مفيد. انا مش بعمل اعلان بفلوس، انا بتكلم باللي في قلبي بجد وباللي شفته. فشكرا للجميع، ويا رب الناس تعرف قيمه هذا العلاج وتقبل عليه. فارجو ان احنا يعني الدكتور اشرف زكي يعني يدعو الناس انها تستفيد بهذا الاوبشن، يعني لانه شيء جميل 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 جميل. واشكركم. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من جديد. دكتور هيثم، عايزين نعرف من حضرتك عرض رمضان ونعرف الساده المشاهدين. طيب احنا الحمد لله طبعا بنحاول ان احنا دايما بفضل الله نوصل الناس ان احنا الحمد لله مش همنا الماديات خالص، احنا عايزين على قد ما نقدر نوصل رساله ان الاوزون بيشتغل معظم الشغل مع امراض مزمنه. أيوة. مش بيشتغل مع امراض اكيوت، فبالتالي مش مع اكيوت بس المعظم امراض مزمنه، فبالتالي. أيوة. انا مش عايز الحالات اللي بتاخد اوزون توقف ابدا، فبنحاول ان احنا دايما نقدم عروض بتساعد طبعا، بالذات مع الحاله اللي بيمر بيها العالم كله، مش دولتنا بس. أيوة. فبالتالي بنحاول نساعد
عشان الناس كلها تقدر تستفيد. احنا الحمد لله بندي الجلسة المناعية بتبقى مجانية بجانب الجلسة الأساسية، فاحنا معانا مع كل جلسة أساسية في جلسة مناعية مجانا. يعني كل جلسة أساسية معها جلسة مناعية مجانا، مناعية علاجية مجانا. بنعالج بقى الأمراض المناعية ازاي يا دكتور؟ احنا بنعالج الامراض المناعيه الحقيقه عن طريق ميكانيزم او ميكانيزمين يعني مهمين قوي. ان الجلسه الرئيسيه طبعا احنا زي ما اتكلمنا ان طالما وصل اكسجين ودم اكتر للخليه فمعنى كده ان الخليه بتشتغل بكفاءه اكبر، ومعنى كده العضو بيشتغل بكفاءه اكبر، فبالتالي ده بيرفع من كفاءه الجهاز المناعه. ان انا بقوي اولا كل خليه عامله بالانس مع جهاز المناعة، البالانس ده لو اختل جهاز المناعة يقدر يغير على الخلية دي ويقدر يهاجمها. الخلل ده بيحصل نتيجة لإيه طبعا؟ عوامل يعني كتير منها عوامل جينية. يعني طبعا نشطة يبقى الجهاز المناعي يبقى مش هيهاجم الجسم الموضوع نفسه. نوعا ما نقدر نقول كده ان البالانس ده لما انا الخلية ضعفت الجهاز المناعي يقدر يجي عليها ويهاجمها، لكن طول ما انا بقدر اقوي الخلية والعضو وبكفاءة عالية خلاص هما الاثنين في بالانس واحد، محدش يقدر يجي على التاني. احنا طبعا بنشكرك يا دكتور هيثم، منورتني وخطوه عزيزه. الله يخليك، النور لحضرتك طبعا. اعزائي المشاهدين اسيبكم مع تقرير مهم جدا للامراض المناعيه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وخطوه عزيزه. كان عنده روماتويد نشط مزمن، وكان بيعمل تشنجات في ايده وتشنجات في رجلي، وما كنتش بقدر استحمل الشغل. انا كنت بعاني من خشونه جامده، وبعاني من الم شديد في كعب رجليا، وعندي العمود الفقري كله مشاكل، وكان عندي انزلاق غضروفي، وعندي الفقرات كلها اللي اتحركت من مكانها واللي اتاكلت. وبس الحمد لله دلوقتي انا مشيت معاهم في الجلسات وتحسنت الحمد لله. الروماتويد بتاعي كان عالي جدا ونشط، دلوقتي بقى الحمد لله رب العالمين بقى 7، وكده ابتدي كده خفيت من الروماتويد، وانا ماشيه لسه معاهم دلوقتي في الجلسات. ان شاء الله ربنا يسهل، والخشونه كمان قلت، وكان عندي ميه زرقاء على عينيا الحمد لله رب العالمين، بقتش بتعب منها زي الاول خالص. كنت بعرف انام بيها خالص، والله ما كنت بعرف انام، العظم كل جسمي كان بينشر عليا، مفاصلي مش قادره احرك دراعي ولا قادره اعمل حاجه في البيت. وطبعا ده صعب على اي ست انها ما تقدرش تعمل حتى اكل لاولادها قبل جوزها، يعني صعب جدا عليها، نفسيتها تبقى زي الزفت وتبقى في الحضيض يعني. لكن الحمد لله رب العالمين من ساعه ما خدت الاكسجين بقت كويسه جدا، وبقيت اعرف انام، وكنت بعمل دلوقتي اكلي، وممكن بقى دلوقتي امفض مثلا او اغسل او انشر، ممكن اعمل يعني شغل البيت اللي اي واحده ست تقوم تعمله بقيت اعمله. ما بقيت خلاص زي الحمد لله يعني زي الاول، لكن جت عليا فتره فعلا ما كنتش بقدر اعمل حاجه خالص نهائي، ولا اعمل حتى اكل، ولا اعمل ولا ادخل المطبخ، ولا افتح الثلاجه، ولا اقدر امسك اي حاجه، ولا امسك المواعين، ولا اعمل اي حاجه. دلوقتي الحمد لله رب العالمين بعمل كل حاجه في بيتي، والحمد لله رب العالمين بقدر انام. بعاني من روماتويد حميل، ومن حساسيه انف وحساسيه صدر، والام في العظم في جسمي كله. حاليا بعد ما اخذت الجلسات حصل عندي تحسن. اولا حاسه الشم كنت فقدها بقالي 15 سنه، رجعت لي الحمد لله، وما باخدش علاجات بقى الوقت خالص، ولا انف ولا صدر ولا روماتويد. يعني الحمد لله تحسنت جدا جدا على الجلسات، ووصلت الوقت لرقم 15، والحمد لله فعلا مش كلام، حصل تحسن غير عادي. يكفي ان انا رجعت لحاسه الشم بعد 15 سنه، وكل الدكاتره بتوع الانف والاذن قالوا لي ملهاش علاج، خلاص تعتبر انتهت بالنسبه لي، والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم اخوكم نسوة من السودان. انا ام نداء موسى، هي بنتي مريضة في صدفية، بقالها 3 سنين من عمرها 2. نحن هنا في القاهرة من 2021، من 2019، فمشينا كذا مراكز، يعني ما خلتش دكتور والله العظيم، ما خلتش وصفة بلدية، وما فيش نتيجة. بس عندي صاحبتي شافت الفيديو على التلفزيون وسجلت لي اسم بنتي، وقالت لي روحي المستشفى في المهندسين العلاج بالأكسجين النشط، فجبتها والحمد لله النتائج ما شاء الله ما شاء الله مبهرة والحمد لله. يعني بقالنا بالجلسة الخامسة، لكن بجد يعني ما شاء الله والحمد لله. يعني بنتي كانت بطنها صعبة، حالتها صعبة، يديها برضو نفس الشيء، يديها دي كانت والله العظيم والله العظيم سلاسة، يديها دي كانت بتشر دم. يعني الحمد لله ورحمة من رب العالمين، بقالنا الجلسة الخامسة أهو إيديها الحمد لله،
دي بنتي آي، عزيزه علي وبحبها قوي. يعني مسكينه والله كانت بتعاني هي من مرض روماتويد زي ما قالوا لنا الاطباء والساده الدكاتره، وخذت علاجات كثير جدا جدا جدا. خذنا جلسات من اول 3-4 جلسات بدا التحسن، من كان خذت حوالي 6 جلسات الحمد لله دلوقتي لها 5 جرعات، كانت بتاخذ جرعه كل اسبوع لها 5 جرعات ما خدتهمش وما حصلش اي حاجه مع الاكسجين اللي هي بتاخده.